هلو everyone، اهلا وسهلا بكم في قناة انجلش with رامي. ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنحل مع بعض اهم 6 امتحانات على كل يونت في منهج اللغة الانجليزية الجديد للصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022. علشان ما نطولش خلينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو كنت اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على القناة، وكمان لازم تشوف بقى الفيديوز اللي فاتت عشان تتابعنا من الاول. اما لو كنت مشترك في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تكتب لنا تعليق في الكومنتس. يلا بينا خلينا نبدأ. اهلا وسهلا بكم مرة ثانية. زي ما اتفقنا في الاول، ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض في الفيديو ده اهم 6 امتحانات، كل وحدة هيبقى عليها امتحان شامل على الوحدة. احنا عندنا 6 وحدات، الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة والحداشر والاتناشر في الترم الثاني في منهج اللغة الانجليزية الجديد للصف الاول الثانوي على نظام شكل الامتحان الجديد. ان شاء الله بنسبة كبيرة الامتحان مش هيخرج من ال6 امتحانات دولت على كل وحدة. وان شاء الله برضو حابب انوه واوضح لكم ان في فيديو هسيبه لكم في الديسكريبشن في اسفل الفيديو. الفيديو هيبقى فيه اهم 10 امتحانات على المنهج كله، اتمنى لازم نتفرج عليهم قبل الامتحان الانجليزي بتاعنا علشان ندخل الامتحان مع الفيديو ده والفيديو اللي سيبه لكم في الوصف، يبقى نضمن الامتحان بنسبة 99% باذن ربنا. علشان ما نطولش حابب اوضح برضو حاجة قبل ما ابدأ. بالنسبة لسؤال الكمبرهنشن القطعة، انا هوقف الفيديو علشان انت لازم توقف الفيديو وتقراه، علشان لو انا قريت وترجمت يبقى كده الفيديو وقته هيبقى طويل جدا. فعلشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل، في الجزء بتاع القطعة توقف الفيديو علشان تقرا وبعد كده هنحل مع بعض. والاسئلة اللي تحتاج ترجمة هترجمها عشان اوضحها، لكن اللي مش هيحتاج ترجمة هحله على طول، هقرا واحل على طول، والحاجة اللي تحتاج توضيح هوضحها. ولكن لو في اي طالب او طالبة بتفرج على الفيديو وحابب يستفسر عن اي سؤال او اي حاجة خاصة بالفيديو او خاصة بالمنهج، يقدر يكتب لي في الكومنتس في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه بنفسي. علشان ما نطولش خلينا نبدأ على طول. عندنا تيست on unit 7. A burglar could easily climb in through that window. The synonyms of the word easily. synonyms طبعا المرادف اللي هو معنى كلمة easily بسهولة. طبعا احنا في السؤال الاولاني في الامتحان بنختار اجابتين من ال5 اجابات لكل سؤال، وهما بيبقوا سؤالين بس. طيب هيبقى عندي طبعا الاجابة هتبقى smoothly و simply. She found the keys at the bottom of her handbag. The antonyms of the word bottom are space and space. antonyms اللي هو عكس كلمة بوتوم قاع، هتبقى طبعا بيك و توب. نيجي بقى لبات السؤال اللي هو choose the correct، هيبقى من اول رقم 3 لحد اخر سؤال في اللي تشوز هيبقى بنختار اجابة واحدة من ال4 اختيارات. I have a or am not to certain foods so I can't eat any of them. يبقى allergy. During the operation أثناء العملية الجراحية his nut stopped 3 times 3 مرات before his death. قبل موته هيبقى طبعا البريثنج التنفس، يبقى تنفسه اتوقف 3 مرات قبل موته. Follow your doctor's important نقط and you will stay away from infections. هيبقى طبعا advice، اسمع نصيحة طبيب بتاعك المهمة. Mountain climbers need special نقط in order to complete their mission probably. هتبقى طبعا equipment معدات. طبعا كلمة equipment ما بتتعدش، هي مفرد وجمع في نفس الوقت. We can't make a cake without sugar. ما نقدرش نعمل تورته من غير سكر. It's an important نقط
يبقى طبعا ingredient، المكونات تبقى مهمة. physical exercise can protect you not heart disease. heart disease يعني مرض القلب، يبقى طبعا يحميك، يبقى against ضد مرض القلب، يعني انك تعمل تمرين بدنية بتحميك من امراض القلب عامة. I not phone my father more often as he is very ill and it's very important for him. هتبقى طبعا must، يجب ان، must معناها يجب ان، بتعبر عن الزام وضرورة. he didn't pass his exams، هو ما اكتسش امتحاناته، ما نجحش يعني في الامتحانات بتاعته. he not hard for them، يبقى طبعا اقول له should have studied. you not speak loudly، I can hear you and the baby is asleep. يبقى you mustn't. we not cooperate to reduce pollution، it would be a good idea for us. هتبقى طبعا الإجابة must، لازم نتعاون مع بعض. they not the meeting as I saw them in the street at the same time of the meeting. تبقى الإجابة طبعا can't have attend. we not have a license to drive a car. license طبعا رخصة قيادة يعني عشان تسوق سيارة، يبقى طبعا انت مضطر، طبعا ديت غصب عنك مش بمزاجك، مالكش خيار، مش الخيار يعني اللي هو خيار وقوطة يعني، ما عندكش اختيارات يعني. يبقى have to معناها مضطر ان، وبيبقى غصب عنك مش بمزاجك، يعني انت ما عندكش اختيارات، انت مضطر انك تعمل كذا. هو زي ما بقولك هنا لازم تبقى معاك رخصة علشان تسوق سيارة. طيب I suggest he not a formal email to the company، هتبقى طبعا both B and C. please don't waste your time before exams. this sentence express، بقولك يعني لو سمحت ما تضيعش وقتك قبل الامتحانات. المعنى هنا في الجملة ديت بيوضح لنا ايه؟ order امر ولا permission ولا advice ولا necessity؟ طبعا advice، نصيحة، زي ما اتفقنا نيجي في الكومبرهنشن القطعة وهنعمل توقف للفيديو ونقراها علشان نحل مع بعض. أول سؤال معانا طبعا اللي قرأ القطعة وفهمها يعرف يحل على طول. When the writer reached his house he found the door طبعا كان open. The police officers thought that the braga was نقط، يبقى طبعا clever. The underlined word we refers to، كلمة we اللي كانت موجودة هنا كانت بتشير لإيه؟ طبعا اللي كان قرأ كانت بتشير لمستر حسن and the writer. bloggers never imagined they could find normal things in a bathroom. هتبقى طبعا precious. the word declared in the last paragraph means، كلمة declared اللي موجودة في نهاية آخر باراجراف بتشير لإيه؟ طبعا بتشير ل guest. the writer called the police. he went on to inspect the rest of the house. هيبقى طبعا after. not the writer left the watch in the bathroom. يبقى luckily. the police officers thought that the blogger must have been quiet experienced as، هيبقى طبعا he even searched the kitchen cupboards carefully. the expression dwind on me، المصطلح بتاع dwind on me in the first paragraph means بيعني ايه؟ طبعا كان بيعني realized،
The best place to keep our valuables is أفضل مكان طبعا هيبقى البنك. نيجي بعد كده للجزء الخاص بـ translation الترجمة. بيبقى عندي جملة من اللغة العربية أحولها للغة الإنجليزية، وعندي جملة واحدة لغة إنجليزية بحولها للغة العربية. طبعا الترجمة ديت فن، مش لازم اللي أنا أكتبه هو اللي يتكتب بالملي، ممكن أنت تطلع أحسن مني، ممكن تطلع حاجة شبيهة، المهم كلنا لازم نوصل لنفس المعنى المطلوب. ولكن اللي مش عارف يعمل ترجمة من نفسه يبقى يلتزم بالترجمة اللي أنا هكتبها. هنا بقول إن الحفاظ على نظافة البيئة أصبح ضرورة، ولذلك يجب على كل من الأفراد والحكومات أن يتعاونوا لخلق بيئة صحية ونظيفة خالية من الأوبئة والأمراض. ممكن نقول keeping the environment clean has become a necessity. Therefore, both individuals and governments الحكومات must cooperate to create a healthy and clean environment free of epidemics and disease. هنا برضو نشوف هنترجمها ازاي. ممكن نقول الفيتامينات ضرورية جدا لصحة جيدة ومن المعروف أن غيابها قد يسبب أمراضا خطيرة تسمى الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات بالأغذية الواقية. نيجي بعد كده للإسي، بقول لك keeping the water of the Nile clean، حافظ على مياه النيل نظيفة. نيجي بعد كده test on unit 8. The words not and not have the same meaning as the word annoying. طبعا disturbing و troublesome محبط يعني. The opposites of the word useful، عكس كلمة useful مفيد ايه وايه؟ طبعا هتبقى harmful مؤذي، useless غير مفيد. It's quite easy to not Alexandria by car، طبعا يبقى get around. At work we use an kettle to make tea، طبعا هيبقى electric كهربائي. We are going on a not too strange غريب يعني country by plane، يبقى flight رحلة طيران.
She thought that the job wasn't as easy as it might seem. يبقى طبعا discovered. We never traveled not when we were kids. يبقى abroad بالخارج. Do you want any help? The new laptop. يبقى طبعا with. If you not me your email address, I will send you what you want. يبقى give. I wouldn't be able to communicate with my family if they not the internet at home. هيبقى طبعا لان هما ما عندهمش. Didn't have. لو هما ما عندهمش مش عارف اتواصل معهم. If you need to send a message or an email, not your smartphone. يبقى طبعا use. Unless you had a modern car, you were not able to go to Aswan. هيبقى wouldn't be. طبعا لو معكش سيارة حديثة مش هتعرف تروح أسوان. If the food not outside the fridge for a long time, it rots. هيبقى طبعا is put. Noha would have come to the party if she not. هيبقى had been invited. Layla get up early, she will catch the train. يبقى طبعا يجب ان ليلى تصحى بدري علشان تلحق القطر. Doing regular exercises benefits me. I will try and do it. هيبقى طبعا if. لو انا بعمل تمارين زي ما اتفقنا نيجي في الكمبرهنشن ونوقف الفيديو علشان نترجم وبعد كده نحل. According to the passage, a child's first educators هيبقى طبعا his parents at home. According to the passage, big families give not to their children. هيبقى طبعا little care. Mothers nowadays feel that bringing up children is a very not process. هيبقى طبعا difficult. The underlined word him refers to. him دي كانت موجودة في القطعة كانت بتشير لمين؟ طبعا للأبيبي. In the second paragraph the phrase has confidence in means. في البراجراف الثاني المصطلح بتاع has confidence بيعني ايه؟ طبعا trust in يثق فيه. To become a good citizen عشان تصبح مواطن كويس a child should be equipped with. يبقى طبعا good education. The nursery is no good for babies as there are many. يبقى injections. In large families mothers can't give their children much care for the reason that. يبقى طبعا mothers have jobs outside. For the child's spirit to grow normally he needs to be. يبقى طبعا showered with love. A suitable title for the passage may be. العنوان للقطعة ديت او للفقرة ديت يبقى ربما يكون ايه طبعا good types to bring up children. نيجي في الجزء بتاع الترجمة ممكن نقول هنا the people should cooperate. نلاحظ هنا cooperate ديت اتكررت معانا مهمة جدا في الامتحان تعاون يتعاون يعني طبعا cooperation هيبقى التعاون with the government to increase لزيادة
investment الاستثمار، in order to face يواجه the problem of unemployment by establishing small projects that employ a number of workers. هنا ممكن نقول يحاول الآباء جاهدين تحسين حياة أطفالهم قبل مجيئهم العالم، ويستمرون في فعل ذلك حتى آخر نفس. هذه التضحيات لا تعد ولا تحصى طبعا، الاسي بيقول how important is the internet in society. نيجل تيست on unit 9. He comes from a wealthy family. عائلة ثرية أو غنية. The antonyms of the word wealthy. طبعا poor. فقير. و destitute. Your room is huge compared to mine. The synonyms of the word huge. طبعا enormous. ضخمة. و giant. You should check all your electrical not regularly. يبقى طبعا equipment. He needs to have more practice to become a not in medicine. يبقى طبعا expert. This disease mostly affects women. Not women who are over 50. يبقى طبعا especially خاصة بيصيب السيدات اللي هم فوق الخمسين سنة. Football is one of the most popular not sport in the world. طبعا يبقى team. I think poetry is very effective at expressing not an ideas. يبقى طبعا الفيلينز المشاعر. Poetry الشعر. If she felt he was right, she would agree not him. يبقى agree بيجي معدها ايه؟ طبعا with. No sooner not the noise than we rushed to the spot. يبقى طبعا had we heard. We weren't hungry because we not. طبعا had already eaten. My aunt bought me a lovely gift after not the summer holiday with us. يبقى spending. Mr. Mahan not in the bank for 15 years. Then he gave it up. يعني عايز اقول هو اشتغل لمدة 15 سنة وبعد كده بطل يشتغل. يبقى طبعا worked. A lot of crimes not in this neighborhood last month. يبقى we committed. My sister's teeth not by the dentist at the moment. At the moment يعني في التو أو اللحظة.
يبقى انا عاوز حاجة فيها مستمر، يبقى مضارع مستمر، وفي نفس الوقت هيبقى في مبنى للمجهول عشان بينج وتصريف تالت يجي بعديه، لان المجهول بيبقى مفعول الفيرب تو بي، تصريف تالت يجي بعديه. Having not our food we began our journey to the mountain، هيبقى طبعا prepared. It not when we had met our friends that we invited them to dinner، هيبقى طبعا was only. In what way was Isaac Asimov different to many science fiction writers؟ طبعا هتبقى he was optimistic about science. In conclusion the text says that in science fiction، هيبقى طبعا anything might happen. What does the underlined word this refer to؟ كانت بتشير لإيه؟ طبعا كانت بتشير لي الـ Space Exploration. What does the phrasal verb take over mean؟ بتعني ايه take over؟ طبعا to get control of. Through his writing the writer Isaac Asimov imagined that science can not our problems، طبعا يبقى put solutions to. Many exciting new things were invented and began to appear in the، طبعا في القرن التسعتاشر. Space was being explored for the first time from، كان طبعا من سنة 1960 لغاية 1970. The writer Jules Verne was known as the father of not novels، طبعا هيبقى science fiction. H.G. Wells describes the dangers of technology in his book، طبعا كان بيقصد بيها ذا تايم ماشين. The word evolved in science fiction has evolved with technology means، تعني ايه؟ طبعا developed. نيجي للترجمة، ممكن نقول هنا traveling abroad، بالخارج، سفر بالخارج. can be a hobby، ممكن يكون هواية. and pleasure، ومتعة أو سرور. او it can، ممكن يكون. for work، من أجل العمل. and earning money، كسب المال. in both، وفي كلا الحالتين يعني. in both cases it must be legal and safe. هنا ممكن نقول لا ينبغي، عشان شودنت يعني، أن تكون الوظيفة مجرد مصدر للمال. يجب أن تكون أيضا طريقا لتطوير الذات.
عامل مهم للغاية هو العثور على وظيفة في مجال تستمتع به، طبعا عشان تبقى مرتاح. الاسي بيقول has technology improved our world and our lives، هل التكنولوجيا طورت او حسنت العالم بتاعنا او حياتنا؟ Test on unit 10. The main reason for living here is the weather. The synonyms of the word main. نقط طبعا من رئيسي يبقى major و leading. I bought shoes with flexible rubber soles. The antonyms of the word flexible. طبعا هيبقى rigid و inflexible. In Germany car not helps to employ a lot of people. يبقى طبعا industry الصناعة. Generally our children must be treated with هيبقى compassion. Employees موظفين must be able to get along with all kinds of people in not situations المواقف which need wisdom الحكمة اللي بتحتاج الحكمة، يبقى طبعا محتاجين stressful. Army officers have to do intensive not regularly، هيبقى طبعا training. Candidates should have training and not experience in basic electronics، يبقى طبعا practical. Students come from a variety not different areas، طبعا هيبقى of. He not his father was happy to hear about his success، يبقى طبعا said. He said he not love to visit us again، يبقى would. I have just told my son that I not him a car next week، هيبقى طبعا will buy. طول ما next week هيبقى will buy. ليلى said that she not her clothes then، طبعا تبقى was cleaning. Hani was in Tanta for 1 week. His brother asked him what he not there، طبعا هتبقى had been doing. They not going to the library and I thought it was a good idea، يبقى طبعا suggested هم اقترحوا. Mona explained that she couldn't come because her mother was ill، يبقى that day. That day علشان هنا في الكلام الغير المباشر واللي يثبت لنا ذات ومفيش inverted commas علامات تنصيص. I said to علي، هنا طبعا جملة في المباشر inverted commas اهو، not go to the park with me، يبقى will you. What causes a brain freeze؟ طبعا هيبقى cold food or drink touching the roof of your mouth. According to the passage which of these is a way to cure a brain freeze؟ طبعا هتبقى placing your tongue on the roof of your mouth. The underlined phrasal verb go away هي means بتعني ايه؟ طبعا end. go away يعني امشي يعني او يذهب. the underlined pronoun it كانت عايدة على ايه؟ طبعا كانت عايدة على ال pain الالم.
Why does eating or drinking slowly help prevent brain freezes؟ طبعا علشان your mouth does not get as cold. Which of these would probably not cause a brain freeze؟ طبعا هي chewing a lot of ice، مضغ كثير من الثلج. When cold food or drink touches the roof of your mouth, your brain نقط a signal إشارة يعني from nerves in your mouth، تبقى طبعا receives يتلقى. The author المؤلف of the passage للفقرة ديت mentioned نقط of brain freezes، هتبقى طبعا two causes سببين. You can avoid stage fright if you have، يبقى طبعا self confidence. Most brain freezes usually take طبعا a very short time. نيجي للجزء الخاص بالترجمة، ممكن نقول reclaiming more desert and developing modern farming methods يعني طرق to produce more crops محاصيل are the positive solution، هيبقى حل إيجابي to لي the problem المشكلة of overpopulation and famine. نيجي للترجمة للإنجليزي العربي، ممكن نقول تقع على عاتق الآباء والمدارس والجامعات مسؤولية توعية الشباب بالآثار المدمرة لتعاطي المخدرات والرفقة السيئة. How we can prepare young people for their future employment. نيجي بعد كده ل test on unit 11. The synonyms of the word loud are not an، طبعا هيبقى noisy و high. The antonyms of the word bother، bother يعني بيضايق أو يزعج، not an not، طبعا هيبقى please و satisfy. Women dream of not full equality in the workplace، هيبقى طبعا achieving. The company has launched an advertising not in the hope of attracting new customers، هيبقى طبعا can be. Students should find a role model to not them، هيبقى طبعا inspire. My uncle joined the not of the large fashion boat many years ago، هيبقى طبعا crew طاقم. Taking drugs
تعاطي المخدرات has always had a serious note on people، هيبقى طبعا effect له تأثيرات خطيرة. Our team hope to improve their performance، العرض يعني أو المظهر، before the new نقط، هيبقى طبعا championship. Edison نقط invented the light bulb was born in 1847، هيبقى طبعا هو دي ضمائر الوصل. طبعا إديسون عشان شخص عاقل فقلنا هو. They have built a new school in the village not I had lived، طبعا هيبقى where، حيث ومكان. I read the paper not my brother bought for my father، هيبقى طبعا that التي. طبعا لو كان في which، بس which من غير ان، هيبقى الwhich هي اللي لها أفضلية. Friday is the day not I usually take my family out for lunch، هيبقى طبعا on which، لأن يوم الأسبوع تاخد on و which معه. It is my mother not gives us help and support، هيبقى طبعا that. لو كان فيه هو هيبقى له بدل ذات اللي هي الأفضلية. The teacher note activity is appreciated by many people has got the prize of the idol teacher، هيبقى طبعا whose، الملكية. I found the remote control for نقط I was searching، أنا كنت بدور عليه، يبقى طبعا غير عاقل يبقى which. I went to groceries، البقالة يعني محل البقالة. I bought what I need، أنا اشتريت اللي أنا كنت محتاجه، يبقى طبعا حيث المكان where. What is the main idea of the reading؟ طبعا هتبقى أفضل فكرة رئيسية، هتبقى طبعا collecting autographs can be a business. Autograph hounds collect autographs hoping that their value will نقط هيبقى طبعا increase يزداد. The Lincoln words on the other hand are used in a paragraph for two not طبعا show contrast. On the other hand يعني من ناحية أخرى يعني في الترجمة. According to the passage the more a famous person signs autographs the not these autographs are، هيبقى طبعا cheaper، أرخص. The underlined pronoun they، زي كانت بتشير لإيه في القطعة؟ طبعا كانت بتشير الأوتوغراف hands. What does the price of an autograph mostly depend on؟ هيبقى طبعا how hard it's to find the autograph. The antonym of the word rare، rare يعني نادرا أو نادر، يبقى common شائع. We can infer from the passage that profiles in history is not، هيبقى طبعا a business that sells autographs. Whose signature يعني توقيع مين يعني was worth the most، طبعا كان الكوين إليزابيث مس. From the passage what do you think an autograph hound is، أفضل حاجة طبعا someone who gets autographs from famous people. نيجي لجزء الترجمة، ممكن نقول sport plays، الرياضة تلعب. A great role، دورا كبيرا أو عظيما.
in fighting في محاربة and solving وحل social problems such as crime violence and الإدمان بقى إيه؟ addiction and it can help children and young people الشباب ممكن نقول youth بدل young people الشباب برضو to form يشكل أو يكون an independent مستقل يعني an influential personality نيجي للترجمة من الإنجليزي العربي ممكن نقول فيها لا شيء مثلا نفعله في هذا العالم يتم في عزلة من المسلم به الآن أن القدرة على العمل بنجاح مع أشخاص آخرين هي أحد مفاتيح النجاح الرئيسية هنا الاسم بيقول how can the society be helpful to the disabled disabled اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني نيجي لاخر تيست معانا تيست اون يونت 12 I found the book quite interesting the synonyms of the word interesting are not and not طبعا amusing و entertaining The castle is on an island surrounded by a deep lake. The antonyms of the word deep. Deep يعني عمق. طبعا هتبقى shallow و near. My old friend was found not after attacking his boss in his office. يبقى guilty. Our neighbor George is a very not man. He has nobody to communicate with. يبقى طبعا lonely وحيد. Our teacher told us that Alexandria not in the north of Egypt. يبقى lies تقع أو تطل. All the necessary steps خطوات يعني الأهمية had been taken to not their safety. يبقى Ensure. You can recognize a tree by the knot of its leaves. Leaves هنا أوراقها يعني أوراق الشجر بتاعتها. هتبقى طبعا shape شكل. A knot is someone who studies the buildings, graves, tools and other objects of people who lived in the past. هيبقى طبعا archaeologist. My wife not have misunderstood my directions. Why else is she late? هيبقى طبعا الإجابة هتبقى must. That restaurant not be very good. It's always full of people.
يبقى طبعا ماست، بيقول لك مليان بناس يبقى اكيد هو كويس جدا المطعم. هي جود ذا فول ماكس، هي نوت هارد، يبقى طبعا ماست هاف وركت. شي از ويرين ا وايت كوت، شي نوت ا نيرس، يبقى ربما، يبقى مايت بي، ربما تكون ممرضة. My friend didn't come to school yesterday. He not ill. يبقى must have been. He has just drunk a lot of water. He not thirsty now. يبقى can't be. The toys are everywhere in the room. The children not there. يبقى طبعا must have played. Sammy not a very good player otherwise. He wouldn't have won. يبقى must be. What is the main idea of the passage؟ طبعا هتبقى أفضل حاجة playing sports may have negative results which is described as the main cause of more aggressive playing. يبقى طبعا الأدلتس البالغون. The writer suggests that parents should teach children to play sports for not. يبقى fun and exercise. What would probably not be done when facing up to a problem. يبقى أفضل حل ignoring the problem. The underlined word copy her main كان بتوعني إيه هنا؟ طبعا imitate. If the child is sent to game while he or she is injured, he or she might think that winning is not health. هيبقى طبعا more important than. The underlined pronoun they refers to كانت بتشير لمين they؟ لو فاكرين في القطعة طبعا كانت بتشير للparents and coaches. Children might learn to enjoy sports again in case of. هيبقى طبعا learning better values. In paragraph 2 the Lincoln word moreover is used to express بتستخدم لي ايه؟ طبعا الaddition بالإضافة إلى. Yelling insults at other players is a behavior parents and coaches must not طبعا avoid يتجنبوا. نيجي لسؤال الترجمة. ممكن نقول هنا many people object to the so called globalization because they believe that it serves the rich countries and not the poor ones and they demand the amendment of this
system so that achieved between countries. نيجي للترجمة التانية من الإنجليزي العربي، ممكن نقول فيها برضو أحد الإجراءات الأولى لحل مشكلة الزيادة السكانية هو تثقيف الجماهير لمساعدتهم على فهم الحاجة إلى إنجاب طفل أو طفلين على الأكثر. نيجي لآخر حاجة، الإسي بيقول summer camps for students. وبكده نكون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة. زي ما اتفقنا ان احنا كنا هنحل في الفيديو ده اهم 6 امتحانات، على كل واحدة امتحان شامل على الوحدة. وما ننساش زي ما انا قلتلكم هسيب لكم في الديسكريبشن في وصف اسفل الفيديو اللينك بتاع الحلقة التانية والاهم اكتر، وهي فيها اهم 10 امتحانات على المنهج كله. يعني كل امتحان من العشرة شامل المنهج كله بالنسبة للترم الثاني. أتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة. أشوفكم على خير الحلقة القادمة. Goodbye.